Hola, de nuevo estoy con vosotros. راني معاكم. جيسبر تكونوا بيان. هذا راه فيديو نديرو فيه تكمله للدرس لاوراسيون ديسيديراتيفا تاع التمني، جمله التمني. هذا الفيديو ان شاء الله درته لكم سبيسيالمون لي زيكزيرسيس، تمارين كامل تاع البكالوريا من 2012 ل 2020 ان شاء الله نحلوه مع بعضاتنا. لا اوراسيون ديسيديراتيفا كيفاه تجي السؤال ونشوفوا طريقه الاجابه. تبعوا معايا لا فيديو الدرس وبيان الرابط تاع الدرس راكم تصيبوه اسفل الفيديو في صندوق الوصف. هنا راني درت لكم مجرد ملخص قبل ما نصحوا التمرين تعود عندكم فكره. شوفوا لا اوراسيون ديسيديراتيفا ديسيو لا اسبيرانتا، عندنا قلنا دو مانيير، يعني عندنا نستعملوا بيربوس دي ديسيو، مالي ندير بيربو دي ديسيو اذا ما كاين والو من بعده يجي بيربو الانفينيتيفو، اذا كاينه بعده كي هذا البيربو دي ديسيو بعده كي راح يجي المودو سوبرونتيفو. قلنا البيربو دي ديسيو اذا كان جا في البريسنتي دي انديكاتيفو، الفيرب لي من بعد يجي بريسنتي دي سوبرونتيفو. من بعد اذا جا في البريتيريتو امبيرفكتو دي انديكاتيفو راح يجي او بيان البوتينسيال، هذا دوس تيمبوس بوتينسيال كونديسيونال، راح يجي البريتيريتو امبيرفكتو دي سوبرونتيفو، يعني حاضر حاضر ماضي ماضي، يعني مع لاس اكسبريسيونيس دي دي سيو عندنا كي يجي معها البريسنتي دي سوبرونتيفو، وخلا نقدر ندير البريسنتي دي سوبرونتيفو او بيان البريتيريتو امبيرفكتو دي سوبرونتيفو كيما نحب انا. ومن بعد عندي كيان، نو يجي معها البريتيريتو امبيرفكتو دي سوبرونتيفو فقط، وكيان راني يعني قلت لكم من قبل ونعاودها لكم باللي تجي مع ال و اي اي او ستيت فقط. بالي حبيتوا تفهموا الدرس بالتفصيل او لا فيديو عندكم اسفل الشاشه، ادخلوا لا فيديو تلقوا بالتفصيل مع لي زيكزامبل وكل شيء. دونك دوكا نبداو مع امثله من البكالوريا. دونك نبداو مع ليكزامبل الاول، هو تمرين ماخوذ من بكالوريا 2012، دورة 2012، الموضوع الاول تمرين رقم 6. شوفوا السؤال كيفاه يجي. ترمينا لا فراسي ليبريمينتي، يعني كمل الجمله بحريه، يعني يعطالك وشنو الشرط؟ انه الزمن. كيقول لك كيان، احنا شفنا باللي كيان يجي بعدها البريتيريتو امبيرفكتو دي سوبرونتيفو، دونك هنا لازم يعود عندنا زمن بريتيريتو امبيرفكتو دي سوبرونتيفو. ما تهمش الجمله وش دير فيها، ليسونسييل الزمن هنا هو اللي يهم المصحح. ثاني حاجه ننصحكم هنايا دائما تعود عندكم جمله تحفظوها، جمله بسيطه جدا، يعني نقدر نبدلها على البريسنتي دي سوبرونتيفو ولا البريتيريتو امبيرفكتو دي سوبرونتيفو. مثلا نعطيكم مثال، انا هنا مثلا ندير كيان فويرا ريكو، يعني شكون راح يكون غني؟ كيان فويسي ريكو. مثلا نقول كيان فويرا على الصول، مثلا شكون يروح للشمس؟ مثلا مثال تعود عندكم جملة بسيطة تحفظوها مع الزمن المناسب تاعها. كي تجيكم كومبليتا ليبريمينتي تكون عندكم يعني النقطة كاملة على التمرين. نشوفوا التمرين الثاني، هو نفس البكالوريا، بكالوريا 2012، الموضوع الثاني تمرين رقم 4 في لاغراماتيكا. شوفوا الجملة، أعطالكم هنا جملة يعني اي مصرفه عادي، قال لك ريسكريبي لا فراسي، عاود اكتب الجمله امبيثاندو بور، تبدا باخلا، يعني راح ندخلوا عليها ال دي سيو. يعني دونك شوفوا نقراو الجمله، الي خيرثيثيو فيسيكو، يعني النشاط او بيان ال ديبورتي، يعني ليكزيرسيس فيزيك، ان المينيو با ا كونتريبوير ا لوس بروسيسوس دي ديسارويو اي ماديراسيون، يعني التمرين الجسمي راح يساهم في تطور ونضج الطفل. يعني دونك احنا هنا اول حاجه نديروها انه نحدوا الفيربو. شوفوا الي خيرثيثيو فيسيكو ان المينيو، هذه راهي السوخيتو، معلي ها هو البربو با، با ا كونتريبوير، حنا نحتاجو با، معلي با هو البربو
إير. يعني نرجعو هنا للإجابة أخلى. حنا أخلى عندنا دو زوبسيون، يعني يا إما ندير البريسنت دي سوبخونتيفو باه تكون حقيقية أو بيان تتحقق، أو بيان ندير البريتيريتو إمبرفكتو دي سوبخونتيفو. يعني دونك نخلي نفس لا بيرسونا هنا راهو مع ال، باسكو نهضروا على الاخيرثيثيو فيسيكو، راح ندير اير ان البريسنت دي انديكاتيفو، راح يكون بايا يا اخي، هذا في البريسنت دي انديكاتيفو، او بيان نديرو في البريسنت او بيان البريتيريتو امبيرفكتو دي سوبخونتيفو، راح يولي فويرا اير، يولي فويرا او بيان فويسي. معني ونكمل الجملة عادية، يعني نقول أخلى إلي خيرثيثيو فيسيكو إن النينيو بايا أكونتريبوير ألوس بروثيسوس دي ديسارويو إي مادوراثيون، أو بيان ندير أخلى إلي خيرثيثيو فيسيكو إن النينيو فويرا أكونتريبوير ألوس بروثيسوس دي ديسارويو إي مادوراثيون. مفهومة جسبر الفكرة. يعني نخلي لكم الرابط أسفل الشاشة لا كونخوغاثيون تاع البريسنتي دي سوبخونتيفو والبريتيريتو إمبرفكتو دي سوبخونتيفو. يعني نشوفو البكالوريا اللي بعدها، هي بكالوريا مأخوذة من 2000 دورة 2014، دونك مأخوذة من بكالوريا 2014. الموضوع الأول التمرين الخامس في الجراماتيكا، شوفوا عطاكم الجملة كيان سالبار راهو في الانفينيتيفو الميديو أمبيانتي، يعني شكون اللي راح صوفي يحمي أو بيان بروتيخير إيسو إيسو كويدار الميديو أمبيانتي. قالك إسكريبي كوريكتامنتي البربو، مادام عندنا كيان احنا نعرفوا باللي كيان يجي بعدها البريتيريتو إمبرفكتو دي سوبخونتيفو. مالي دونك سالبار هنا راهو بربو ريغولار، مالي دونك نحب ندير نقول سالبارا، مالي قلنا كيان دائما نصرف على اساس اني نصرف مع ال او بيان ايا او بيان اوستيد، مالي نقول سالبارا او بيان سالباسي. واضحه كيان سالبارا الميديو امبيانتي، كيان سالباسي الميديو امبيانتي. يعني نروحو التمرين اللي من بعد في نفس البكالوريا، بكالوريا 2014 في الموضوع الثاني تمرين رقم 3 في لا جراماتيكا. قال كومبليتا ليبريمينتي، يعني شوفوا نكملوا بحريه، وانما عطالك هنايا يعني نصف الجمله. كي توداس لاس موخيريس، يعني تمني كو تو او بيان توت لي فام. يعني هنا كي نعرفوا بلي كي دائما يجي بعدها البريسنتي دي سوبخونتيفو. يعني دونك هنا اي جمله راح نزيدها لازم الفيرب يكون في البريسنتي دي سوبخونتيفو. يعني هنا نقول بلي نتمنى كل النساء مثلا يحققوا احلامهم، نتمنى كل النساء مثلا يعيشوا بعدل اكثر، مالي اي اكزامبل يصلح. ليسونسييل فيرب يكون في البريسنت دي سوبخونتيفو. دونك نشوفوا البكالوريا هذه دوره 2015 الموضوع الاول التمرين الثالث. شوفوا عطاكم جمله عادي الفيرب ماشي كونجوغي ويقول لك ريسكريبي لا فراس، يعاود اكتب الجمله امبيفان دو فور كيان، تبدا الجمله بكيان. معني شوفوا نقراو الجمله بودير دومينار موتشاس لينغواس، يعني تقدر تتقن او بيان تتمكن من عده لغات. بارا كومونيكارسي كون موتشا خينتي ديل موندو، باه تقدر تتواصل مع الناس من العالم. هنا عندنا القاعده باللي كيان دائما يجي البريتيريتو امبيرفكتو دي سوبخونتيفو. مالي دونك هنا الفيرب اللي نحتاجو بودير،
بالي، لانه هذا نكونجيغيوه اللي من بعده يبقى الانفينيتيف. مالي دونك هنا كيان بودير، هنا نقولوا لا بيرسون اللي راح نصرفوا معاه شكون، قلنا كيان دائما تجي مع ال وايا واستيد. مالي دونك نقول بودير بيربو ايريغولار، هنا بودير يتولي عندنا بوديرا. مالي او بيان نقولوا بوديسي، راهي دائما مع ال كلارو ايشو. ونكمل الجمله عادي، نشوفوا المثال الاخير اخر تمرين من بكالوريا العام الماضي 2020، الموضوع الاول التمرين الثالث. مالي شوفوا هنا عطاكم جمله مالي عادي، هنايا الفيرب راه كونجوغي متصرف، يقول لك كومين ثلا فراسي بور كيان، يعني ندخلوا عليها كيان، نبداوها بكيان. علي نقراو الجمله مع بعضاتنا. وساموش لا تكنولوجيا سين ريسكو دي اديكسيون، يعني نستعمل التكنولوجيا بدون خطر الادمان. علي نشوفوا هنا البربو اللي هو وساموس، مالي هو البربو وسار، بربو ريغولار منتظم عادي. مالي هنا راهو مع نوسوتروس يا اخي، نوسوتروس راه في البريسنت دي انديكاتيفو وساموس، حنا راح نديروه مع كيان. مالي نعرفوا باللي كيان راح نديروا لها بريتيريتو امبيرفكتو دي سوبخونتيفو. مالي دونك هنا كاينه بياج. علي هنا كيان نعرفوا بلي نصرفوها مع ال او بيان ايا كلاروشو، هنا عطاكم مع نوشوتروس، دونك راح نديروها في البريتيريتو امبيرفكتو مع ال، هنا نقول او سارا مالي او بيان او ساسي كلاروشو، نديروها مع ال مالي كلارو ايشو. جيسبر تكونوا فهمتوا شويه. دونك هذا هو التمارين اللي درناهم كامل على البكالوريا، جيسبر تكونوا استفدتوا شويه، اي حاجه ما فهمتوهاش حطوها لي في التعليق. دونك هذا هو درسنا لليوم، الفيديو الجاي ان شاء الله. اديوس استا برونتو، وتهلاو في